السلام عليكم شباب وصبايا الصف التاسع، يعطيكم العافية. واليوم رح نبلش بالدرس حل المثلث قائم الزاوية ومثلث وزوايا الارتفاع وزوايا الانخفاض. زي ما اتفقنا بالفيديو السابق وزي ما شرحت لكم انه ضايلنا فيديوهين لختم المادة. بإذن الله الفيديو هذا رح نخلص فيه درسين. كيف درسين يا مس؟ هلأ بالشرح لما نفوت أكتر بالمادة رح تشوف كيف رح نخلص درس حل المثلث قائم الزاوية ونحل كل إشي بتعلق فيه وزوايا الارتفاع والانخفاض. درس زوايا الارتفاع والانخفاض هي بس إني أعرفك شو يعني زاوية ارتفاع شو يعني زاوية انخفاض، وحللك مثال على زاوية ارتفاع ومثال على زاوية انخفاض، وبعدين بيرجع كل الدرس لدرس حل المثلث قائم الزاوية. إذا هذا الدرس هو عبارة عن سطر، بعدين كل أسئلته بترجع إنها تنحل على طريقة حل مثلث قائم الزاوية. ليش كمان هيك؟ لأن زوايا الارتفاع والانخفاض جميع أسئلته هلا لما نبلش حل فيها بورجيك إياها، جميع أسئلة حل مثل زوايا الارتفاع والانخفاض بقول لك انظر إلى الشكل. طالما انظر إلى الشكل يعني الشكل بده يكون معك مرسوم، لو الشكل ما كان معك مرسوم أنا بدي خمس حصص عادية عشان أفهمك كيف ترسم الشكل، بس بما إنه الشكل بيكون معك مرسوم فبالتالي رح يرجع الدرس على درس حل المثلث قائم الزاوية. نبلش بهذا الدرس نتعمق فيه كثير مظبوط، نحكي كل أسئلته كل أمثلته كل الأشياء اللي بتتعلق فيه، وبعدين بنفوت على هذاك الدرس رح تكتشف إنه الموضوع كثير سهل ولذيذ. هلا حل المثلث قائم الزاوية، جميع طلابي اللي كنت أدرسهم من صف سابع وثامن حافظ شو يعني كلمة حل. حل أو حل، حل معناها جد قيمة المجهول سين، وعلى الأغلب كان المجهول بصف السابع سين، فكلمة حل بدنا نوجد المجهول. المجهول لمين؟ للمثلث قائم الزاوية. طب المثلث قائم الزاوية إيش عنده؟ عنده ثلاث زوايا وعنده ثلاث أضلاع، إذا كم زاوية عندنا في المثلث قائم الزاوية؟ ثلاث. كم ضلع؟ ثلاث. معنات حل المثلث قائم الزاوية إنه أوجد لي أطوال الأضلاع الثلاثة والزوايا الثلاثة، فأنت عندك كم مجهول؟ عندك ستة. لا يا مس مش ستة، خمسة، مو قائم الزاوية هي زاوية معروفة 90، فأنت ضل عليك تطلع الزاويتين تطلع ثلاث أضلاع. إذا عند حل المثلث قائم الزاوية أي إيجاد المجهول في هذا المثلث. مجاهيل المثلث هذا هو عبارة عن مين؟ زاويتين لأن الثالثة قائمة وثلاث أضلاع. إذا عناصر المثلث أضلاعه الثلاثة وزواياه الثلاثة. حل المثلث هو إيجاد أطوال الأضلاع وقياس الزوايا، تمام؟ لغاية الآن هيك لوز اللوز، يعني أنا بدي أوجد الزوايا الثلاثة والأضلاع. تعالي نشوف المخطط هذا اللي أنا كتبت لك إياه. لخصنا، تخيل الرياضيات تلخص؟ لا طبعاً، يعني لخصت لك شو الأشياء اللي ممكن نستعملها في حل المثلث قائم الزاوية. طلع لإيجاد جميع أطوال أضلاعه، هو حل المثلث قائم الزاوية هو إيجاد جميع أطوال أضلاعه وقياس زوايا زي ما اتفقنا. في خمس مجاهيل مش ستة، يعني عندي ثلاث زوايا وعندي ثلاث أطوال أضلاع، بس في زاوية بما إنه قائم حتكون 90 فارتحت منها. زاويتين عندي وثلاث أضلاع. هلا إيش ممكن يعطيك السؤال لحتى تحل مثلث قائم الزاوية؟ يعني أنا مو مستحيل أعطيك هذا المثلث أقول لك هذا مثلث قائم الزاوية ألف با جيم قائم في با، طلع لي كل أطوال الأضلاع وكل الزوايا بدون ما أعطيك معلومات. إيش المعطيات يلي أنا ممكن أعطيك إياها؟ بعطيك طولين، طولين أضلاع بتحل. ممكن أعطيك طول ضلع واحد وزاوية واحدة وأنت تكمل الحل، وممكن أعطيك زاويتين. إذا ولا يمكن تحل سؤال مثلث قائم الزاوية توجد جميع أطوال أضلاع وجميع زواياه بدون ما أعطيك الشغلات هدول. شو هم؟ يا طولين بعطيك، يا بعطيك طول وزاوية، يا بعطيك زاويتين. هلأ من طول وزاوية ممكن يعني حالة خاصة، حالة خاصة لهم ان اعطيك طول الضلع بس ما اعطيك زاوية، اعطيك نسبة مثلثية، اعطيك جيب وجتا او ظل. يعني مثلا اقول لك حل المثلث القائم التالي اذا علمت ان طول الضلع كذا وجتا الزاوية مثلا با كذا، فاذا ما بعطيك طول وزاوية بعطيك طول ونسبة مثلثية نفس الشيء، ولكن بس اعطيك نسبة مثلثية بتستعمل انت الآلة الحاسبة لحتى تطلع الزاوية، فاذا هاي حالة خاصة من طول الضلع والزاوية، بصير بدك تستعمل خطوة زيادة. شو هي هاي الخطوة الزيادة يما؟ انك بدك تستعمل الآلة الحاسبة عشان هاي النسبة المثلثية هاي تتحول لزاوية، تمام؟ أو زاويتين. لحل المثلث سوف نستعمل على الأكيد واحدة مما يلي أو أكثر على حسب الحالة. على الأكيد واحدة من هدول أو تنتين أو كلهم حسب الحالة اللي بعطيك إياها. أكيد حنستعمل نظرية فيثاغورس، نظرية فيثاغورس مجموع أطوال الأضلاع، الوتر تربيع سوى ضلع أول تربيع زاد ضلع ثاني تربيع، إذا بتخص أطوال الأضلاع. مثلا أعطيتك طولين، تستعمل فيثاغورس بالطول الثالث، بضل عليك الزوايا، فهمت علي؟ فإذا أكيد حستعمل نظرية فيثاغورس. هلا في حالات معينة من الأسئلة ما بستعملها، بس في حالات بستعملها. إذا رح نستعمل على الأكيد وحدة منهم أو أكثر على حسب الحالة، مستحيل ما تستعملش ولا وحدة من هدول. نظرية فيثاغورس
النسب المثلثيه بدك تستعمل معلومه انه مجموع زوايا المثلث 180 درجه، منهم النسب المثلثيه الجيب. الجيب اللي هو بقول لك انه هو المقابل على مين؟ على الوتر. الجتا، الجتا اللي هو بقول لك شمين؟ المجاور على الوتر. اخر نسبه مثلثيه اللي هي الظل، الظ اللي هي مين؟ المقابل على المجاور. اذا هذا الدرس واللي قبله واللي بعده كلهم بيعتمدوا على اول 3 دروس، الجيب والجتا والظل. اذا انت فاهمهم مظبوط الثلاث دروس اللي بعديهم بيعتمدوا عليهم جدا جدا جدا. مجموع زوايا مثلث 180 درجه عرفناها، وبرضه رح نستعمل معلومات بسابع الزاويه 180 درجه، اذا صار لها زاويه مجاوره فانا مجموعها 280، هنستعملها كثير رح اوضح لك اياهم، يعني ما رح نمر على مثال الا اكون متاكده مليون بالميه انه انتم اكيد وصلتكم المعلومات. هلا اذا بتلاحظ انت وبتلاحظي انه احنا بحل الفيديوهات اللي على عن بعد التعليم هذا بتلاقيني بعيد المعلومه 1000 مره، بس في ناس منكم بتزهق، انا عارفه اللي بزهق بكون لقطها من اول مره، شطور يعني بلقطها من اول مره. هلا لما اعيد المعلومه كمان مره بتلاقيه زي معلش انا عم بعيدها عم بكرر، لانه في ناس مش قاعده تستوعب التعليم هذا عن بعد، يعني مش قاعدين يحبوه كثير، عرفتوا علي؟ فانا بضطر اني اعطي المعلومه اكثر من مره ونشرحها اكثر من مره، لانه وردني انه مثل انت كثير بتشرحي بتطولي بالك انه خلص امشي عدي، لا مش رح نقدر نعدي، في ناسات مش وصلتها المعلومه، تمام؟ يلا نروح على الكتابك صفحة 95، بنروح على مثال 27. سين صاد عين مثلث قائم الزاوية، احنا ما بنحل الا مثلث قائم الزاوية، دير بالك. قائم الزاوية في صاد، فيه سين صاد 15 سنتي، صاد عين 12 سنتي، جد كل ما ميالي. بده سين صاد وبده قياس زوايا المثلث. طب مس هي أي حالة من الحالات الثلاثة اللي أنا علمتك إياها؟ هي أي حالة؟ هي حالة إنه أعطاني طولين أضلاع، بده أطول شو؟ شو بحكي لك؟ جد سين صاد وجد قياس زواياه. انا بالامتحان ما بقول لك هدول التنتين، انا بقول لك حل المثلثات، انت لحالك بتعرف انه بدك تطلع اطوال الاضلاع وقياس الزوايا. بس بما انه انا بالمثال هذا ما اعطيتك طولين ضلعين، بضل عليك الثالث اللي هو هاد، وقياس زوايا واحده منهم 90، انت بضل عليك تطلع وتطلع لي الثانيات شو ضل. تعال نكتب المثال هون ونحله. هذا عباره عن مثال 27 عن الحاله الاولى اللي هي شو؟ معطيني طولي ضلعين. يلا شو هاي الحالة الأولى بتقول؟ بقول لك سين صاد عين مثلث قائم الزاوية نرسمه، لازم هو يقول لي وين قائم. هذا مثلث قائم الزاوية، قائم الزاوية في صاد، فهي سين صاد عين، سيبك من هذا، قائم الزاوية في صاد، فيه سين عين 15، سين عين 15، صاد عين 12، بده سين صاد وطبعا بده كل الزوايا. فأنا هون كم مجهول عندي؟ مجهول عندي مجهول ضلع، واحد ضلع واثنين زاوية، وصلنا على واحد ضلع واثنين زاوية. الزاوية الثالثة اللي هي 90 ليش فيها؟ طيب يلا كيف بدنا نطلعها؟ بساطة، هذا الضلع بسهولة بنطال من نظرية مين؟ فيثاغورس. إذا قلنا نظرية فيثاغورس لما أعطيك طولين أكيد راح تستعمله عشان الطول الثالث، تمام؟ فإذا أنا بستعمل نظرية فيثاغورس لحتى أطول سين صاد. كيف بقول؟ بقول الوتر تربيع يساوي، الرصاص ما ببين معكم بالتصوير، نرجع للحبر. الوتر تربيع بساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. حلو؟ الوتر تربيع 15، 15 تربيع 225 تساوي 144 اللي هي 12 زائد الضلع الثاني تربيع، كثير أخذنا زي هيك. هذا معناه انه الضلع الثاني شو بيساوي طوله؟ 9 سم، لانه 144 ناقص 140 ناقص 140 بصير 81، جذر 81 9، فصارت 9 سم. خلصت السؤال هذا. بضل علي الزوايا، انت ب 90 بضل علي اعرف هاي الزاويه وهي الزاويه، كيف بنطول الزوايا؟ كثير سهله. مثلا بدنا نطول الزاويه س، بدي اجد الزاويه س، بقول الزاويه س اذا بدي اخذ لها، ركز هون في أكت ألف حالة، أنا بدي إياك توصل للحالة الأسهل. الزاوية شو مالها؟ سين. إذا بدي أحكي إنه أنا بدي أستعمل المقابل، بدي أستعمل الجيب، أنا معاي المقابل ومعاي الوتر. إذا بدي أستعمل الجتا، أنا معاي المجاور ومعاي الوتر. بدي أستعمل الظل، أنا معاي المقابل ومعاي المجاور، بستعمل كله. طب مس مين الأسلم؟ الأسلم إنك تستعمل المقابل، ليه؟ التسعة أنت طلعتها، إذا كنت مطلعها غلط رح تطلع السين غلط. عشان هيك استعمل الارقام هو اعطاك اياها، فهو اعطاني 12 وال5، شو علاقه ال 12 وال15 بسين؟
جيبهم، فبقول جيب الزاوية سين اللي هي 12 على 15، بروح على الآلة الحاسبة بحط فيها، بقول ساين انفرس على الآلة الحاسبة، لل بفتح قوس 12 على 15، فبتطلع معي تقريبا قديش الزاوية؟ 53. هاي جبت لك اياها بامتحان الشهر الثاني، جبت لك الزاوية 12 على 15 وانت لحالك طلعتها، كانت اول دائرة اللي هو خيار 53 وطلعتها. اذا هاي طلعت 53، الله كلك ورزق الله. هلا كيف نطلع عين من هاي المعلومة؟ مجموع زوايا المثلث 180، هاي 90، هاي 53، فبقول 180 قيمي منها 90 ضل 90، قيم منها 53 بضل 37، اذا الزاوية عين 37، خلص امي السؤال، ما اسهله. تمام، اذا حل المثلث قائم الزاويه يا امي. انا عمالي برجع رجوع، لوين برجع؟ عم برجع على الجيب والجتا والظل، وبرجع على معاملاتي بسابع، كيف كنت اتعامل مع الزوايا وكيف كنت اتعامل مع اطوال الاضلاع فقط لا غير. تعال نروح لكمان مثال، اللي هو مثال انا مش كتير حابه نحللكم امثله، انا اوريدي محلول بالكتاب، بس برضه هينا بنشرحه، بس يعني لو اعطيكم امثله خارجيه من عندي، اسئله قويه افضل من الامثله اللي عم نحلها، لانه هي موجوده اوريدي بالكتاب. ما علينا، مثال 7-22 صفحه 96، افتح صفحه 96 معي عشان بدي اقراه. يلا، حل المثلث الف با جيم القائم في با، والذي فيه قياس الف 60، الف با 3 سنتي. بجنن السؤال، شوف اذا هيك بجيب لك بالامتحان. حل المثلث الف با جيم، وانا بقعد اقول لك وجد لي زوايا، خلص كلمه حل انت بتعرف كل المجاليل بدك تطلعهم. قائم وين في با؟ فيه قياس الزاوية ألف 60 وطول ألف با 3 سنتي. هاي المرسوم، طبعا هو مرسوم مش هو اللي رسمه، احنا بالحل رسمناه، يعني السؤال هو حله. تعال نتبع على حل الكتاب، تعال يلا. هاي أي حالة؟ حالة 2. هاي أي حالة؟ هاي الحالة رقم 2، يعطيني زاوية وضلع. تمام؟ بدي أتبع بكتابي بالرصاص عشان أنظف. يلا. هلا بما انه الزاوية ألف، هاي رسمنا مثلث قائم الزاوية في با، فبحط القائم عند با، قال لك قياس الزاوية ألف 60 درجة، فبحطهم 60. هلا دغري من زوايا المثلث، بما انه انت 60 وانت 90، هاي قديش لما بتطلع مباشرة؟ هاي بتطلع 90 30، ليش؟ انت 90 فبضل 90، اخذت من ال 90 60 بضل 30 قرش، اذا هاي الزاوية قياسها 30 درجة، طلعت معي بسهولة. تمام، هلا انا بعرف انه انت 3، بدي اطلع الضلعين. هون نظرية فيثاغورس بطلت تفيدني، ليش؟ فيثاغورس بدها ضلعين وانت الطول الثالث، بس مش يكون معك ضلع واحد والتنين ما عندكش اياهم، فهون فيثاغورس ما عرفت تفيدني، ما عرفت تساعدني. طيب، كيف بدها طول اطول اضلاع؟ الثلاثة، شو علاقتها بالثلاثين؟ مقابل. شو علاقتها بالستين؟ مجاور. فأنا هون بقدر اتحرك مع الثلاثين مع الستين، نسوى لا بتحب تتحرك مع مين؟ مع الستين، لانه هو اعطاك اياها، عشان اذا كنت غلطان في هاي ما يسحب الغلط معك، مع انها مبينه مستحيل حد يغلط فيها، وانا برايي لا استعمل هاي، لانه مقابل الثلاثين جيب الثلاثين ماما نص، جيب الزاويه 30 هو عباره عن المقابل على الوتر، صح يا امي؟ جيب الثلاثين نص بالضبط بتساوي المقابل 3 سنتي، الوتر بدون ما تحسبها الوتر رح يطلع معك 6 سنتي. ليش؟ كتير رح توردنا هاي الأسئلة ماما. شوف الكتاب أخذ جتا الستين عشان يطلع الوتر، أخذ جتا الستين النص من الآلة الحاسبة، فالمجاور على الوتر هتطلع معاه 3 على نص، على نص 6، إحنا والكتاب واحد. شو تستعمل طريقة يا أمي أنت حر، بس بما إنه الستين هو أعطاك إياها والثلاثة هو أعطاك إياها، ممتاز، هدول القيمتين معروفات من الكتاب، إذا بتعامل معهم. شو علاقة الثلاثة بالستين؟ الثلاثة هي عبارة عن ضلع يجاور الستين، فأنا باخد جتا الستين، عشان هيك ليش الكتاب أخذ جتا؟ لأن أنا بدي جتا. فأنت معك الجتا ومعك المجاور، بتطلع مين؟ المقابل، الوتر. وماما دائما الزاوية 30 المقابل لها على الوتر، علاقة المقابل والوتر نص بعض، لأنه جيب الثلاثين نص، فدائما احفظها، جيبك نص. هلا قدام رح لك مثال حبهرك فيه، مش انت نص مقابلك جيبك نص، يعني المقابل لما تقسميه على الوتر حيطلع نص، إذا انت ثلاث انت ستة، لأنه ثلاثة على ستة ونص بس. فإذا هذا طلعته قديش؟ 6 سنتي. إذا الزوايا الثلاثة طلعوا معي وأنت طلعت معي 6، كيف بطول هذا من فيثاغورس؟
فولا الوتر تربيع 36 يساوي 9 زائد س. حيو ألف جيم تربيع، هذا إيش؟ نظرية عمك فيثاغورس. الوتر تربيع ضلع أول تربيع ضلع تاني تحت الجذر، تحت الجذر بالامتحان يا بخلي لك يا جذر 27، يا اما اذا كنت بدي تستعمل الآلة الحاسبة بتطلعها مباشرة على الآلة الحاسبة. جذر 27 5.2. ديل ديل يا بوي محلى يا بوي محلى. يا تدريب طلع محطوط فراغ، انتوا عبوه عبوه، بعتوا لي على الجروب ايش عبيتوه. تمام حلو عبوه هلا لانه اونلاين وان بابليك مش حقدر اعبيه، بس للبنات حعبيه اشي وللشباب حبيه اشي. انتوا عبوا لي اياه وبعتوا لي مش عبيتوه. يلا حل المثلث لام ميم نون القائم في ميم والذي فيه لام ميم كذا وميم نون 12. اذا هون على اي حاله؟ هاي على الحاله الاولى، المثال الاول هذا المثال. تمام اذا هذا على الحاله الاولى انه اعطاني طولان ضلعين. المس حكت لي لما بدي اطول طولان ضلعين، هذا طلع كتبته على الفاضي. كل عام وانتو انت بخير، حلينا على الكتاب نسيبك منه. بدنا نروح على التدريب اللي اسمه فراغ، تدريب تارك اسمه فراغ صفحة 97. انتو عبوه اللي بدكم اياه ماشي، وبعتولي شو عبيتوه. يلا هذا عن الحالة رقم 1، شو بيقول؟ حل لام ميم نون، حل المثلث لام ميم نون قائم في ميم. حلو برسم قائم مثلث قائم الزاوية بسميه اسمه لام ميم نون، بحط لام قائم في ميم بحط هون نون وبحط هون انه هو شكل انه هو قائم. بقول لك فيه لام ميم 16 سنتي، فيه ميم نون 12 سنتي. تمام هاي على اي حالة؟ هاي على الحالة رقم 1. طيب كيف بنحله؟ اول شيء بستعمل نظرية عمك فيثاغورس. معك ضلعين بدك الطول الثالث. كلمة حل اوجد جميع المجاهيل. انت عندك كم مجهول؟ الزاوية هاي مجهولة والزاوية هاي مجهولة والضلع هاد مجهول، فانت عندك ثلاث مجاهيل لانه اعطاك ثلاث معلومات، هاي قائمة هاد ضلع هاد ضلع. اذا اول شيء من نظرية فيثاغورس، فيثاغورس نجد الوتر. فبقول الوتر تربيع يساوي، الوتر تربيع شو بيساوي؟ بيساوي الضلع الاول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. طبعا بما انه هلا احنا امتحاناتنا اونلاين ودعا دائرة، ما في هلا اقول لك في علامة على القانون دير بالك اكتبه، لانه انا بس بدي الجواب النهائي منك. فهي شو تربيعها؟ 144 زائد 16 تربيع، بروح على جنب، 16 في 16 6 ب 6 36، 6 ب 1 6 9 زائد 16 0 16 ف 6 5 256. اجمعهم 6 مع الأربعة صفر باليد واحد، 5 6 برضو صفر باليد واحد، 2 3 4. جذر الأربعمية قديش؟ هذا الوتر تربيع، إذا هاد معناه إنه الوتر يساوي جذر 420. إذا الوتر شو طوله؟ 20. واضح معك؟ واضح يا أمي؟ هلا لو من الفلاش يكون أوضح، لا بوجوده أفضل. تمام؟ إذا هون 400 فالوتر صار معاي عبارة عن 20. ضل علي الزوايا أعرف. هلا أنت 90، أنتوا التنتين مجموعكم 90، بس أنا لازم أعرف وحدة عشان أطلع الثانية. مين بتحب تستعمل؟ بما إنه أنا قلت لك إنه أنت في عندك زوايا أنت عارفهم، أطول أضلاع أنت عارفهم، عندك 16 وعندك 12. تمام؟ إذا بدك تطلع نون أول أو لام، يعني في عندك كم حالة؟ اللهم صل على سيدنا محمد. نون واحدة اثنتين ثلاثة أربع حالات تقدر تستعملهم. الحالة اللي بدك إياها تستعملها استعملها. تعال مثلا أنا عندي نون، أنا بعرف المقابل لنون والمجاور لنون، فلو أخذت جتا النون لأنه أنا المقابل على المجاور، لأنه إحنا قلنا ما بدنا نستعمل هاي، افرض أنت كنت غلطان فيها، ولكن بقدر أستعملها طبعا. هلا لو قلت لك جتا النون شو بتساوي؟ المقابل 16 على 12، فبروح على الآلة الحاسبة وشو بقول؟ بقول كوساين انفرس ل 16 على 12، بتطلع معك مين؟ بتطلع معك الزاوية. أنا مش محضرة حالي مش جايب الآلة، دقيقة نجيب الآلة ونكمل. يلا يلا هاي جبناها. طبعا شباب مش جتا، احنا مين أخذنا؟ احنا أخذنا مقابل على المجاور، مقابل على المجاور اسمه ضل وليس جتا مو. فهون شو بنقول؟ تان الانفرس ل 16 على 12. بروح الآلة الحاسبة بقول شيفت التان، شيفت التان طبعا هيك تان لحالها، شيفت التان شيفت وتان يعني تان انفرس لمين؟ للزاوية اللي هي
16 تقسيم 12، بسكر القوس تطلع تقريبا الزاوية 53.13، خلاص كتير صغيرة، إذا تقريبا نون تقريبا 53، فبروح هون بقول أنت 53، بما إنه أنت 90 و53 على الآلة الحاسبة، يلا ضل معك 90، إيه من 90 53 طلعناها بالسؤال قبل شوي 37، تمام؟ فإذا هاي الزاوية 37، خلصت حل المثلث يا كبير. هي هيك عشان نقطة كاملة، تنسوش تعبوا لي هتبعتوه، تمام؟ وقف الفيديو وانقل السؤال، هذا عبارة عن تدريب صفحة 97. هلأ مثال 7 23، هذا ماما عبارة عن مسألة لفظية على حل المثلث، ولكن عشان يكون الموضوع تقيل وقيم يفترض ما يقول لك كما في الشكل، كلمة كما في الشكل حرقت السؤال، بطل سؤال قيم انه مسألة لفظية انت تترجمها، لانه حكى لك كلمة كما في الشكل. قام سباح بعبور نهر عرضه 20 متر من النقطة ألف على الضفة الأخرى الأولى، فجرفه التيار كما في الشكل، وصل إلى النقطة جيم. كلمة كما في الشكل خلص، كأني أنا جبت لك المثلث هذا وقلت لك حله. طلعك بدي أحل لك إياه بخطوة واحدة، وراح أفتح الكتاب وأورجيك كيف حله بألف خطوة، بخطوة واحدة بدي أحل لك إياه. بدي أحل المثلث ألف باء جيم، مش معروف لا طول ضلع واحد ولا زاوية، لا في معروف زاوية، مش أنت 150 كلك على بعضك 180، يعني هاي قديش تكون ماما؟ هاي بدها تكون 30، هاي عرفت الزاوية هاي 30، هاي 90، يعني هاي شو بدها تكون؟ 60. شوف الخطوات مسرحها، بما انه انت 30، المس ماتت وهي تحكي لي الزاوية 30، جيبها المقابل على الوتر، جيب ال 30 مس حكت لي نص، اكتبها هاي، جيب ال 30 نص، يعني هذا الضلع رح يكون نص الوتر، فإذا انت 20 انت حتكون 40، حكت لك اياها بالمثال هاد. انت 30 جيبك هو عبارة عن نص، يعني مقابلك حيكون نص قيمة الوتر، فإذا انت 3 انت شو؟ 60، لأنه انت هيك مقابلك على الوتر. نفس الشيء هون مقابلك على الوتر، إذا المقابل 20 متر إذا الوتر 40 متر، إذا انت 40 من نظرية فيثاغورس بالطول طول ألف باء. بدي أورجيك لما طال ألف جيم 40 متر كم خطوة أخذ معه طلع. انت فاتح 197، شوف احنا بالحكي قلناها نصك 40، انت 20 انت 40، نص بعض نجيبهم، وهي عرفناها 60 لانه مجموع مثلث 180. طلع لي الكتاب كم خطوه حلها، مشى كل هدول، استخدم الجيب لمعرفه طول الوتر، المسافه التي قطع، قاس الزاويه لحد 1030. او لماذا لسه بيسال حاله؟ احنا عرفناها وخلصنا. جينا ورا، جيب الالف با جيم على الف جيم، جيب ال 30 20 على الف، ضرب تبادل مش عارف شو، سخن طلعت مع 40. طب احنا طلعت معنا 40 بخطوه، ليه؟ احفظ الجيب الزاوية 30 نص، يعني مقابلها نص الوتر دائما. بعد ما طلعها 40 راح عشان يتحقق من الحل، رجع اتأكد طلعت 130، بعدين هل هذا صحيح مش عارف شو، 180 ناقص 150 30، نعم هذا صحيح، قصده من هاي الخطوة، قصده من هاي الخطوة. شباب خلصناها احنا بخطوة هي 7، وهذا صحيح لنا، خلص طلع كل الحال بس عشان اقول لك شو، انه هاي 40 طلعناها، وطلعنا هاي، هاي كيف بطولها؟ هو مش طالبها، كيف بطولها هاي؟ بطولها من نظرية فيثاغورس، تمام؟ تعال نشوف السؤال اللي ورا. شوف مثال 7 24، هذه عبارة عن الحالة الثانية الخاصة، إذا هاي عبارة عن الحالة الثانية الخاصة، إنه راح يعطيك جتا زاوية وراح يعطيك طول ضلع، مش زاوية وطول ضلع، حيعطيك طول ضلع مع الزاوية، تمام؟ يلا نشوف المثلث، طالما قال لك كلمة في الشكل عن السؤال انحرق، هي سؤال دال ها واو. 90 هون جتا الواو 6/10 ماما، يعني هاي واو، شو معنات جتاها؟ معناها ضلع المجاور لها على الوتر 6/10. طب عادي اقول انه انت 6 وانت 10؟ لا، ليه؟ اول سبب هو قال لك ده الواو 9، ده الواو 9 مش 10، يعني لو عدنا نقول الجتا 6/10 هذا معناه ان المجاور على الوتر 6/10، لا هو ماما هذا 6/10 تقريبي، هو مو اكزاكتلي، ما في زوايا جتاها وجيبها وظلها بيطلع اكزاكتلي الا ال 60 وال 30 وال 45، والزوايا المحوريه بتاخذها في 10 اللي هم ال 90 وال 180 وال 270 وال 360 وبلا بلا بلا، ماشي؟ اذا هاي الزاويه لا، يعني هون كان في ارقام ولكن قربوها فصارت 6/10، فانا ما بقدر اقول بما انه الجتا 6/10 يعني المجاور على الوتر 6/10 فصارت جتا 6/10. والدليل الثاني انه هو اعطاك انه الوتر 9، بما ان الوتر 9 خلص انت ما حتكون 6/10، انا ما بقدر انا اعتبر هيك، خلص اعطاك انه انت جتاكي 6/10، فبروح القانون بقول جتا واو 6/10،
ايش يعني جتا واو 6 بالعشرة؟ يعني المجاور على الوتر، يعني دال واو ها على دال واو، دال واو اعطت اياها 9، هاي كيف بحلها؟ بس ولا قالت لي. مش انا عندك مجهول على 9 هي عبارة عن 6 على 10، هيك العبها. فصارت 10 في المجهول بتساوي 10 في المجهول بتساوي 9 في 6، 9 في 6 54، صح؟ على 10 على 10 يعني المجهول عبارة عن 5.4 بالعشرة، إذا أنت 5.4 بالعشرة. بالمنطق هذا الحكي صحيح. ليش بالمنطق هذا الحكي صح؟ لأنه فعلا أنت كنت 6 على 10، بما أنه أنت صغرت صرت 90 هذا رح يصغر فصار 5.4. فإذا أنت لا تحله مباشرة إذا قال لك الجتة 6 بالعشرة يعني المجاور على الوتر 6 على 10، لا، لأنه هذا تقريبا ما قال لك يا اكزاكتلي. الزوايا الاكزاكتلي اللي هي شو جوابها؟ قلنا 60 90 30 وكذا. فبروح على القانون بنحل زي ما حلينا هون. بقول لكم منه واو ها طولها 5.4، اذا طولت هاي كيف بطول الثانية دالها؟ هذا ضل علي اطول دالها. انت طولتك 9 وانت 5.4، بطول دالها من وين؟ من نظرية فيثاغورس، مع انه مثال بس اذا بتلاحظ ما حل لك اياه. خلاص انت من نظرية فيثاغورس 9.81 هي نفسها 5.4 تربيع زائد هي تربيع. هلا بدنا نطول الزوايا، بروح على هلا انت هاي بدنا نطلع الزوايا، صح؟ هلا انت طلعت انه هاي قديش؟ 4 5.4، وهي 9 بالعشرة. هاي بتطلع ماما طريقتين، ممكن فيثاغورس ممكن الطريقة التانية. الطريقة التانية شو بتقول؟ بما انه انت 5.4 بالعشرة بقدر استعمل هاي الزاوية، بقدر استعمل جيبها، تمام؟ هلا بروح على الآلة الحاسبة بقول من هي الزاوية واو؟ مش الزاوية واو جتها 6 بالعشرة؟ بقول من هي الزاوية واو؟ يعني كوسين انفرس للزاوية للايش؟ 6 بالعشرة. شو هي الزاوية؟ زاوية 53 صاحبتنا. فإذا واو بتطلع معك 53، أنت بتقدر توجد دال قديش؟ أو دال قديش عشان نحل المثلث اللي هي 37. طب كيف بدها طول الضلع هاد؟ هلا أنت ال 53 أنا متأكدة منك لأنه جاتك 6 بالعشرة من الآلة الحاسبة أنت 53. هذا الضلع الضايل شو علاقته بواو؟ جيبها مقابلها، انت معك الوتر اوريدي معك اياه، وبطول جيب ال 53 هي عبارة عن المقابل على الوتر، معك الوتر بطول معك المقابل، هي جيب ال 53. اذا 53 ماما منين جبناها؟ بس تيجي تحلها جبناها انه الجتا واو هي 6 بالعشرة. فرحت على الآلة الحاسبة قلت كوساين انفرس لل 6 بالعشرة، طلعت معي الزاوية 53. ليش طلبت هلأ الجيب؟ عشان أطول الضلع هذا الضايل عندي، تمام؟ فالجيب هو عبارة عن المقابل على الوتر. جيب ال 53 بطولها من الآلة الحاسبة 8 بالعشرة، دالها على 9، مسؤولات لي هذا 8 على 10 مزة أكتر، أو هاد مقامها 1 بضرب بتصير 7.2. بس هو ما طال الزاوية دال على فكرة، إحنا طولناها 7.30. حلو يا أمي؟ يا تدريب 7.15، تدريب 7.15. حل المثلث سين صاد عين القائم في صاد والذي فيه سين صاد 7 سم وظل السين 1. إذا بتلاحظ لغاية الآن ما جاناش ولا سؤال فيه بس زاويتين وأنت تحله، ما إجانا الحالة الثالثة. إذا هاي تدريب 7.15 هو عبارة عن صفحة 99، هذا عبارة عن حالة 2 الخاصة اللي هو أعطاك طول ضلع وأعطاك نسبة مثلثية، تمام؟ يلا رسمت لك الرسمة، هذه حالة 2 الخاصة، قال لك ظل السين يساوي 1 كبير وأعطاك الرسمة، قال لك ارسمه سين صاد عين قائم في صاد طول سين صاد 7 سنتيمتر، تمام؟ طلب مني أوجد الباقي. هلا ماما بما إنه ظل السين 1، هلا المفروض كلكم لما قرأت ظل السين 1 تعرف لحالك من هي الزاوية اللي ظلها 1، معروفة وفيش غيرها. الزاوية التي ظلها 1 هاد معناه انه سين عبارة عن 45. هاي لازم تكون قوي وتعرفها، واذا ما عرفتها في عندك مشكلة راجع حالك. اذا ظل السين يساوي 1 هاد معناه انه الزاوية السين هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن 45، لانه هي الزاوية الوحيدة اللي ظلها 1. 45 و90 يعني هي اكيد 45، لانه 45 و45 بيصير شو جوابهم؟ ظلهم 1. هلا بدي اطول بقية اطوال الاضلاع، هاي الزوايا خلصناهم، بقية اطوال الاضلاع ممكن من طريقتين. طالب الذكي بقول لك بما انه زوايا القاعده متساويين اذا هذا الضلع يساوي هذا الضلع، يعني هذا 7 سم. ليش؟ لانه زوايا القاعده متساويه، فانتقل بالمثلث صار هذا مثلث، هذا رجليه وهذا راسه.
زوايا القاعدة متساويين، إذا الضلعين المتقابلين هذول متساويين، إذا عين صاد تساوي 7 سنتي. بس أنا ما استوعبت، الدنيا رمضان مش فاهمها، أنا بدي أفهمك إياها. صح ظل السين تساوي 1، ما هو ظل السين؟ هو المقابل للسين عن المجاور للسين. إذا ظل السين هو عبارة عن المقابل لزاوية سين. شو المقابل لزاوية سين؟ هي عين صاد على المجاور للسين اللي هي سين صاد، اللي هي قديش؟ 7 سنتي. هذا كله الحكي اللي هو ظل السين. إذا قانون ظل السين المقابل على المجاور، هاد كله شو بيساوي؟ 1. اضرب طرق تبادل اللي صار 7 في 1 تساوي عين صاد. إذا عين صاد شو طولها؟ 7. إذا طريقتين، طريقة واحد اللي صايم مخه مقفل بقول الظل هو عبارة عن المقابل على المجاور، المقابل ما معي بس المجاور معي بطلعه، أو أما بقول بما إنه زاويتان القاعدة متساويتان إذا الضلعين متساويين. طب يما طلعنا كل شيء، ضل عليك مين؟ الوتر. الله ياخذ الوتر. الوتر تربيع، صوت بالأول تربيع، زاد طلع الثاني تربيع، مو يلا 49 بلس 49 يلا 9 9 18 باليد 1 4 4 8 1 9. إذا 98 الوتر تربيع. تحت الجذر، تحت الجذر إذا الوتر صار يساوي جذر 98 يا كبير. حلو، خلصنا أمه للسؤال. روح هون بيت، طول الفيديو صار 31 وانا لازم انزلكم فيديوهات قصيرة عشان دين رمضان، معلش شو بدنا نسوي؟ يلا هلا مثال هاد بقول لك جد طول المثلث المرسوم في الشكل، علما بان الاطوال مقيسة بالسنتيمتر. طلع السؤال هذا، هذا سؤال صف 9 فصل اول، رح نستعمل فيثاغورس. انا بدي اوجد عين، رح نستعمل فيثاغورس. فيثاغورس بتقول ضلع الضلع الاول تربيع يساوي هالتربيع زائد هالتربيع. اذا فيثاغورس طالما طول اضلاع فيثاغورس. هلا التربيع الاول بدك تمشي على القانون، وما يحطوا لك القوانين يفترض ما يحطوهم لانه متنا واحنا نعرفهم. الاول تربيع يعني عين تربيع، الاول في الثاني في 2 يعني 8 عين، الثاني تربيع يعني 16. هون الاول تربيع، الاول في الثاني في 2 9، بتجمع حدود وبتطرح حدود وبتطلع معك هيك. بما انه التنتين يساوي صفر، اما عين ناقص 8 تساوي صفر ومنه عين تساوي 8، او عين زائد 9 تساوي صفر ومنه عين تساوي سالب 9. إما وأو. 9 فصل أول. حلو هيك شباب، يعني تقريبا الدرس خلص. النشاط هذا بدي اياكم تحلوا لي اياه. هلا بما انه انت الزاويه 30 فهي الزاويه بكل اسمها 60، اخذناها في الصف الثامن، هذا اسمه مثلث 30 60. ليش؟ لانه انت 30 انت اكيد حتكون 60 في المثلث. طيب شباب طبعا فصل معانا الفيديو، وصلنا اخر شيء اني قلت لك نشاط 7 3 حيكون عندك واجب. هلا هو واجب مش واجب، حلو معك. مثلا قلنا هذا المثلث اسمه 30 60، لانه هاي الزاويه 60 فيه، هاي 30 هاي 90، اذا اكيد هذه 60. بصف ثامن قلنا المثلث القائم الزاويه اللي فيه زاويه 30 الثانيه اكيد خاوه 60 والعكس صحيح، ويسمى مثلث 30 60. هلا جيب هاي جتها هاي وجتها هاي جيب هاي. فاذا بدي اطلب منك اطوال في شغله بدي احكي لك اياها. هلا جيب ال 30 هو المقابل على الوتر ويساوي النص، فشو ما يكون طول ضلع هاد يكون نص هاي، يعني إذا كانت هاي 8 هاد تكون 4، إذا هاي 10 هاي 5. ليش؟ لأنه جيب ال 30 نص، والمس حكت لي أي زاوية جيبها ال 30 جيبها نص، بتطلع الضلع المقابل بهذا المثلث رح يكون نص الوتر. ونفس الشيء ال 60، هلا ال 60 شو جتاها؟ نص. الجتا هو عبارة عن مجاور على الوتر، فإذا هذا إذا كان طوله سين هذا رح يكون طوله شو؟ 2 سين. ضعف هاي. إذا هاي 10 20 8 16 4 8 مثل هيك. هلا بقول لك ما طول باجيم، باجيم باستخدام الآلة، أكيد باستخدام الآلة، بما إن أنت بتعرف هاي 30 أعطاك إياها وأعطاك هاي إنه هي 4، فبستعمل إنه بدك الطول هاي، شو علاقة هاي بال 30 مقابل وهي مجاور؟ بستعمل ظل ال 30. ظل ال 30 شو بيساوي يا أمي؟ ظل ال 30 بيساوي المقابل على المجاور، وما معي ظل ال 30 هو 1 على جذر 3 وبحلهم. بس انه انا بدي اياك انه جيب ال 30 هو نفسه جتا ال 60، هدول التنتين حيكونوا متساويات وهدول التنتين حيكونوا متساويات. وهذا الاشي كتير قديم واحنا بنعرفه. ليش بنعرفه يا امي؟ حفظتك يا اصلا. هذا 30 60 جيب ال 30 نص جتا، يعني كل هاي المعلومات انت اوريدي بتعرفها وحافظها زمان وكتبناها على شكل جدول واعطيتوني اياها سلمتيني على شكل واجب، فهذا كله معلومات قديمه محروقه اخذناها زمان. حتى هون الضلعين، طب ما انا هاي حلت لك فيها المثال، هذا المثال اللي هون حلت لك اياه باستخدام الخاصيه هاي من زمان احنا بنعرف، لان من عند الجيب
من عند الجد انا خليتك صاروخ في المعلومات، فاحنا سابقين الكتاب اصلا، نعرف ان جاب ال45 نفس جتها وحده جذر اثنين، وهذا الموضوع صحيح لما يتساوى ضلعي القاعده هذول الزاويتين شمالهم بيكونوا متساويات، والزاويه الوحيده اللي ظلها 1 45. معلومات قديمه محروقه زمان اخذناها. اسئله الدرس بديش اياها. ايه بس ليش؟ مش عشان مستعجلين وبدنا نخلص، بس فيش فيها ولا سؤال تقيل مرتب عجبني، فعشان هيك انا اعطيتك اسئله خارجيه من عندي. بدنا نحل الاسئله الخارجيه منهم عوضا هاي، عشان احنا لا شلفقنا ولا مشينا على السريع. شوف الامثله الخارجيه اللي اعطيتك اياها، طلع كتبت لك اياهم هون. اسئله خارجيه للتمكن من الماده. اول رسمه، حل المثلث التالي. بدي تحل لي المثلث هذا. هاد كم مثلث؟ هاد 2، لا 3. المثلث الكبير 1، المثلث هذا 2، المثلث هذا 3. انا بدي تحله، بس هلا اذا بدك تحله بدك تطلع كتير شغلات، فانا حددت لك الشغلات اللي بدي اياها. بدي المسافه الاولى، بدي هذا طول الضلع هاد، بدي طول الضلع هاد، وبدي طول الضلع بين الف ب، بدي طول الضلع هاد. اذا بدي هاي وهاد وده. اوكي، هلا زاويه الراس، اذا بدك تعتبره مثلث كبير زاويه الراس هي كامله 75، تجمعهم مع بعض. اذا بدك تعتبره مثلثين صغار هاي بيكون طولها، هاي بيكون 15 وهاي بتكون 60، تمام؟ كاملة 75. طب كيف بطول فا واحد؟ تعال أول إشي نجد فا واحد، مش واضح، أنا القلم الأحمر، كمان قلم أحمر، صار وين؟ هاي قلم أحمر تاني، مش مشكلة. يلا بدنا نطول فا واحد، تمام؟ فا واحد، فا عبارة عن مثلث، هيو موجودة في هذا المثلث فا واحد، بس أنا ما بقدر أحسبه لأنه هاي منفرجة، وأنا ما بقدر أحل إلا على زوايا مثلث قائم، فأنا رح أعتبر فا واحد هي ضلع في المثلث الكبير. إذا أنا عندي مثلث كبير هي خططته بالأحمر، فا واحد هي عبارة عن وتر في زاوية الرأس اللي هي 75، أرسم لك إياه. إذا فا واحد صارت موجودة في مثلث زاويته 75 الرأس، هذا 90، قديش بضل هاي؟ بضل هاي 15، لأنه هاي 75، فهاي بتضل قديش؟ 15، اسمه ألف دال جيم. أنا بدي فا واحد، سهولة بتطلع، هاي معطيني إياها 14، إذا نظرية فيثاغورس ولا بستفيد من إمها إشي. أنت عندك هاي الزاوية معروفة 75، شو علاقة هاي الزاوية بال 14؟ لأن ال 14 هو أعطاك إياها، هاي إحنا استنتجناها، سيبك منها. فا وتر، وهي مجاورها، لو استعملت انه جتا ال 75، اذا ليش استعملت الجتا؟ لانه انت الضلع اللي معطيك اياه اسمه 14 موجود، هو عباره عن المجاور على الوتر يلي انا بدي اياه. فجتا ال 75 بسرعه هون بروح كوساين ال 75 0.258، 8 بتعطي 5 فبتصير 26، اذا 0.26 المجاور اعطاك اياه 14، والوتر أنا أصلاً بدي إياه، يعني 26 على 100 تساوي 14 على سين، 26 سين بتساوي 1400 على 26 على 26 سين تساوي يلا 1400، طلع كيف 1400 تقسيم 26، 53.8. إذا 53.8 الأربعة ما بتعطيها متر تقريبا، إذا هاي عرفناها 53.8 متر، تمام. نوجد فاتنين، فاتنين صارت موجودة بالمثلث الأصغر، تعال نرسمه. فاتنين بدنا إياها، برسم المثلث، أنت طولك 14، أنت اسمك جيم، أنت اسمك با صار، وأنت اسمك دال، أنا باخذ هذا الضلع عند با، أنت اسمك فاتنين، إذا أنا قصيت المثلث هذا عشان أنت ما تكون عارفة أني قصيته، حطيت لك إياه هون، زاوية الرأس اسمها 60، وأنت قائمة يعني أنت رح تكوني 30، بحس بسريعة أنت هيك 30، مثلث 30 60 قبل حتى حكينا عنه، بدي فاتنين، ماما نفس أم المبدأ، يا بتستعمل إنه جتا 60، جتا 60 بيساوي المجاور على أخت الوتر. الجتا 60 نص يعني 5/10 بتساوي المجاور قديش؟ 14 على الوتر. بيجي طالب سريع بيقول لي مثلا لك ساعه بتعلمينا، خلص يعني هذا ضعفه، هذا شو ماله؟ ضعفه. ليش ضعفه؟ يعني الوتر 28 بسرعه، ليش؟ الوتر 28 بسرعه ولازم نكون عارفينه ليه؟ طلع علي.
هلا جت الثلاثين نفسها جابت الثلاثين، جت الستين نفسها جابت الثلاثين، فإحنا بدنا نعتبر هذا مجاور، بما إنه جتك نص، يعني مجاورك نص الوتر، حتى لو بدك تعبرها ثلاثين، أنا حفظ لك إياها على الثلاثين، الثلاثين جابها نص، يعني مقابلها نص الوتر، إذا أنت 14 أنت 28، انحل معي السؤال، ما بسأله. بده المسافة بين ألف وباء، كيف بنطلعها؟ بنطلع أول شيء المسافة هاي كلها، بنطلع المسافة هاي نطرحهم من بعض، المسافة هاي كلها بنجيبها من السؤال الأول، بطلع هاي كلها تمام؟ هاد طلع 53.8. المثلث هاد أنت عارف الوتر، الوتر فيه قديش؟ الوتر فيه 28 و14، بتطلع الضلع هاد، بتقوم تطرح الكبيرة من الصغيرة وصلى الله وبارك، هذا عليك واجب. إذا كتير سخيف، بتطلع أول شيء هذا طول الضلع من هون فيثاغورس تتعامل فيه، عندك طولين 53 و14، هون عندك طولين 28 و14. بعدين تطرح الكبيرة من الصغيرة بتطلع معانا الرسمة الضلع يلي هون. تمام يا ماما؟ إذا هذا سؤال خارجي من عند مس ولا لنتمكن من المادة أكثر وأكثر. أوكي هذا بما إنه ماما 53.8، 8 كبيرة، لو اعتبرته إنه هو 54 متر عادي، لأنه 8 شو مالها؟ لأنه 8 كبيرة. حلو؟ هلا بتطلع هذا اللي حكيته عليك واجب 28 متر تقريبا، فإذا هذا عندك واجب بطوله، وهي أعطتك جوابه النهائي اللي هو 28. روح على السؤال الثاني اللي انا اعطيتك اياه من عندي خارجي، بحكي لك قدامك هاي الطياره اللي هي شبه الدبانه هاي، ارتفاعها عن سطح البحر، هذا هو سطح البحر، ارتفاعها عن سطح البحر 700 متر، طالب منك المسافه بين الف وباء، معطيك الزاويه هاي 45 وهي 40، فانا لحالي استنتجت بما انتو 45 يعني انت 45، ليش ماما؟ لانه الطياره بشكل موازي بتطير مع البحر تمام، فهذا قاطع لهما، فالزاويه 45 مع هاي ال 45 صاروا تبادل، والزاوية 40 مع الزاوية هاي 40 تبادل، فالتبادل متساوي، فإذا أنا سمت لك هاي 40 هي 45، بالامتحان ما بجيب لك إياهم هيك، بجيب لك بس هدول، فأنت وأنت قاطع لهما هاي الخطان متساويين 45 45 وهاي 40 وهاي 40، أنا بدي المسافة بين ألف وباء، هلا أنت عندك كم مثلث؟ اثنين، هذا المثلث وهذا المثلث، معروف الزاوية هاي 45، فأكيد هاي الزاوية شو حتكون؟ 45، بما إنه هاي الزاوية 40 يعني هاي الزاوية شو حتكون؟ 60، لأنه 60 و40، لا شو 60؟ هاي عندك اياها 90 وعندك 40 تمام، هاي حتكون 50، اذا هاي بتكون شو 50 مع ال 40 مع ال 90 180، هاي بتكون 45 مع ال 45 مع ال 90 180 درجه، النقطه هاي اسمها دال، اذا انا بدي اوجد المسافه بين الف وباء، الف وباء هي عباره عن الف دال زائد الف زائد باء دال، اذا هي عباره عن هاي وهاي زائد هاي من هون لهون، اذا الف دال زائد دال باء، اذا طلعت الف دال لحال ودال باء لحال تجمعهم مع بعض بطلع معك ألف باء. طب بدنا نوجد ألف دال هون وهون نوجد دال باء. يلا ماما ألف دال موجودة بهذا المثلث قائم الزاوية رح أرسم لك إياه، اسمه هون 700 واسم هاي 45، أنا بدي ألف دال، هاي ألف دال هون، كيف أطول ألف دال؟ شو علاقة ألف دال بالمثلث هذا؟ إذا أنت الزاوية 45 معروف هذا الضلع، هذا الضلع بالنسبة لل 45 مقابل، إذا بدي استعمل الجيب بصير مقابل على وتر، ومن الوتر برجع أعمل هيك، بس هيك صار عندك خطوتين، شايفتي إصبع خطوتين صاروا، ليه؟ لأنه صار عندك مقابل على وتر وبعدين من الوتر الطول هاي. طب ممكن أستعمل بما إنه أنت 45 وأنت بدك هذا الضلع، هذا الضلع بالنسبة لل 45 مجاورها. فبقدر أقول المقابل عندك يا على المجاور اللي هو الظل، وظل ال 45 اوريدي معروف اللي هو شماله واحد، احلى ظل بالدنيا. اذا لو استعملت قانون ظل ال 45 اللي هو نفسه واحد، ظل ال 45 هو اسمه مقابل على مجاور. مقابل معك يا 700، مجاور اصلا اوريدي بدنا اياه، هذا كل شيء بساوي واحد. بالتالي هذا شو بساوي؟ اذا الف دال اللي هو المجهول هذا ضرب واحد يساوي 700، اذا الف دال يساوي 700، طلعت الف دال. بس لانه انت المجهول بتصير تسال حالك شو علاقته بال 45؟ مجاور. اذا قلت جت ال 45 مجاور على وتر، لا المجاور معك يا ولا الوتر. طب انا بدي استفيد من المقابل، بدل ما اطلع مقابل على وتر وبعدين فيثاغورس اطلع هاي الظل، الظل كتير كويس، معك مقابل بدك مجاور استعمل ظل. تعالوا نطول دالبا بنفس الاليه، دالبا نفس الاليه، هاي مثلث هاد هون أرب خمس هون 40، يعني انت 60 وانت يعني انت 50 وانت 700، انا بدي طول هاي ما بدي ال 50،
بتفيدنيش، استعمل هاي لانه هاي أكد معك اياها. نفس الآلية يا ماما، شو العلاقة الشيء المجهول معك اياه مجاور، شو اعطاك مقابل، بما انه معك مقابل وبدك مجاور تستعملش الجيب، وبعدين فيثاغورس دغري استعمل ظل، فبقول ظل الأربعين هي عبارة عن مقابل على مجاور. ظل الأربعين من الآلة الحاسبة، تاني الأربعين 8.39، تمام؟ التسعة بتعطي التلاتة، فصارت 0.84 تساوي المقابل 700 على المجاور. هاي عبارة عن 48 على 84 على 100 تساوي 700 على مجاور. يعني 84 المجاور بتساوي 1 2 3 4 على 84 على 84. طبعا قلنا بتنحل بطريقة تانية دوب بدون ما تفصل، هاي ما في عنا مشكلة، بما انه استعملت الآلة الحاسبة طول التانية يعني اكيد حيكون معك آلة حاسبة لهون. فبدنا نقول 700 او 7000، 70000 بدنا نقسمهم، فبيطلع معك تقريبا 800 متر وثلاثة وثلاثة، قول الثلاثة ما اعطتهاش او بتعطيها حتة، خلص بتصير 834 متر تقريبا. اذا هون شو بنحط؟ 843 و34 متر و34، لانه دوري 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 دوري، فخلص خلينا نجيب الخطرة في واحدة، مع انه المسألة انه الثلاثات ما بتعطي، بس انا بالامتحان بكون حاطة لك رقم قريب بحيث انه ما يحيصك ابدا. 3 7 مع 8 15 متر. خلصنا السؤالين الداخلية، السؤالين الخارجيين اللي انا اعطيتك اياهم، وهيك انهينا مثلث قائم حل مثلث قائم الزاوية بكل اسئلته واسئلة اضافية من عنا. معلش انا هكون الفيديو حيكون طويل عليك، بس مش اطول من جبهة وجته بالظل اصلا، بس عشان اخلصك من درسين مرة واحدة. هلا نروح زوايا الارتفاع والانخفاض. هذا الدرس قلنا تماما بس اول خطوة مختلفة، وبعدين بترجع على الدرس الماضي. شو اول خطوة معترفة؟ اني انا اقول لك شو يعني زاوية ارتفاع، شو يعني زاوية انخفاض. بس اذا عرفتك شو يعني زاوية ارتفاع، شو يعني زاوية انخفاض، الدرس خلص. طلع تسمى الزاوية المحصورة بين خط البصر والخط الافق المار بنظر العين زاوية ارتفاع. طيب تسمى الزاوية المحصورة بين خط البصر وخط الافق المار بنظر العين زاوية انخفاض. طيب متى بتكون الزاوية اسمها ارتفاع ومتى بيكون اسمها انخفاض؟ اقول لك، انت مستوى نظرك لقدام مستقيم، تمام؟ تخيل معي انت عم تطلع نظرة مستقيم لقدام، رحت لمحت اشي على السطوح، بنت على السطوح، شو بتعمل؟ ترفع نظرك، شو تطلع، خلي راسك ثابت، ترفع نظرك لفوق. هلا الزاوية المخلوقة بين خط النظر، هي انت خط النظر تبعك، هيو حط لك ورقة، هيك انت الشاب الرائع اللي عينيا، هاي خط نظره، كان في قدامه عمارة، في عرسها بنت، ايه عرسها اشي، فهو صار بده يطلع عليها، رفع خط البصر لوين؟ لفوق. خط النظر اللي له اللي لازم هيك يكون، بس هو رفعه لفوق، هاي تسمى زاوية ارتفاع. اذا الزاوية المحصورة بين خط البصر الطبيعي، خط البصر الطبيعي للانسان هو قدامه دغري، هيك لازم دغري محترم، لما رفع راسه يطلع فوق صارت الزاوية المحصورة بين خط البصر وفوق، هي فوق زاوية ارتفاع، بس هي زاوية الارتفاع. اذا كان نفس الشاب الهامل اللي واقف المحتوى اللي واقف معنا هون، وكان قدامه في سيارة، سيارة هاي خط البصر له، هو طمل بده يطلع تحت العجل واقع طابته، بده يلحقها ويعمل نشلن. فهون خط البصر، الزاوية المخلوقة من خط البصر وخط الزاوية اللي نازل لتحت، هاي تسمى زاوية انخفاض. اللهم بس كل درسك عبارة عن، ويا ريت الدرس شباب تعرف لو الدرس بفصل السؤال، بصير انا بدي 5 حصص عادية و7 حصص اونلاين اني انا افهمك كيف ترصد زاوية الارتفاع والانخفاض. هاي هيك ببساطة جدا، كل الأسئلة الواردة في هذا الكتاب للأسف عم بتقول لك انظر إلى الشكل، لما تحكي لك انظر إلى الشكل صار سؤال مثلث قائم الزاوية بيرجع للزاوية الماضية، للدرس الماضي. عشان هيك أنا قلت لك هذا الدرس أنا بقدر أدمجهم باثنين، لأنهم كلهم عبارة عن حل مثلث قائم زاوية. هذا الدرس للأسف الشديد اللي حاطينه ما عم بيخلوك، يعني بدون ما أقول لك انظر الشكل، أنت ترسم السؤال وتفهمه وتطلعه
ساعتها بدي 15 عشان افهمك اياه، وبعدين بيرجع لحل مثلث. بس بما انه قال لك انظر الشكل، خلص السؤال صار شو ماله؟ حل مثلث قائم الزاويه. لا واسهل، هناك كنا لازم نجد جميع الزوايا جميع اطوال الاضلاع، هون بطلب منك اشي واحد، يا زاويه يا ضلع. فعشان هيك كل الزوايا اللي ماضيه معانا نفس المبدا ونفس الاشي. هحل لك سؤالين هيك حسيتهم انه ممكن، ما قال لك انظر الى الشكل. هلا على الاغلب ماما لما اطلب منك شغله، على الاغلب يا امي زاويه الانخفاض بتكون عكس المثلث المرسوم. يعني وقف أسامة هالتدريب 7/7/17، بحكي لك وقف أسامة على بعد 12 متر من قاعدة شجرة. إذا عندك هون شجرة تمام، هو وقف على بعد، شوف مستك رسامة، على بعد 12، هذا هو مين؟ أسامة. وقف على بعد 12 متر من قاعدة شجرة ورصد قمتها، يعني اطلع لفوق. طلع لوين؟ لفوق عشان نرصد قمتها. فكانت زاوية الارتفاع 35، إذا هاي الزاوية شو اسمها؟ 35 تمام؟ هي زاوية الارتفاع، ما ارتفاع الشجرة. طب أنت عندك 12 متر، أنا بدي ارتفاع الشجرة. رجعنا لدرس حل المثلث، بقول ظل ال 35 هو المقابل على المجاور. خلص السؤال. إذا بس عشان تعرف إنه هاي الارتفاع. زوايا الانخفاض ماما شوي أحقر، ليش أحقر؟ لأنه ما بتنبسط صح. مثلا مثال 7/27 ما تفتح عليه، خلينا اشرح لك اياه بعدين افتح عليه. بحكي لك رصد موسى من برج ارتفاع 20 متر، هي برج. هون كان موسى واقف، ماشي؟ هون موسى واقف. بقول لك رصد من برج ارتفاعه 20 متر حجر. الحجر هي هون. هي نظر موسى وهي نظر الحجر. إذا هاي الزاوية شو اسمها؟ بزاوية انخفاض 32. إذا رصد موسى من برج ارتفاعه 20 متر حجر بزاوية انخفاض 32 متر. ما المسافة بين قاعدة البرج وموقع الحجر؟ هاي موقع الحجر، بده هاي المسافة. زاوية الانخفاض شوي حقيرة، لأنه ماما أنت الزوايا اللي بتهمك بالمثلث هاي القائمة واللي عند الحجر وهاي، بس هاي ما بتطلع بزوايا الانخفاض، زوايا الانخفاض هون بتكون، لأنه هاي نظر موسى وهي نظره للحجر، هاي هي زاوية الانخفاض. هلا هدول هيك مع بعض بدك تكملهم للتسعين وبتطلع معك الزاوية تمام؟ أو أما بدون ما تعمل هيك ما تتدخل بهاي الزاوية. إذا زاوية الارتفاع بتكون من ضمن المثلث، ولكن زاوية الانخفاض بتكون خارج عن المثلث. فأنت كيف بتقول؟ بتقول نظر موسى قائم مستوي مستقيم، والحجر بعده مستقيم، وهذا قاطع بينهما. إذا أنت 32 يعني أنت 32 بتبلش تحل السؤال، بصير أنت عندك هذا 32 وهذا 20 متر، أنا ما بعرف أنت شو طولك. إذا بس زاوية الانخفاض هي بتكون خارج شوي عن المثلث. بس أعطيني كمان سؤال مكنني منه. هذا السؤال، رصدت طائرة حربية في لحظة ما هدف على الأرض، حيث كانت الطائرة على ارتفاع 975 متر على سطح الأرض. قبل 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 أنا آسفة، السؤال حلت لك يا هيو، قلت لك لا تفتح المثال. هيو المصيبة انه الكتاب بقول لك انظر الى الشكل، يعني مش مخليك انت تترجم. يعني انا هون ترجمت لك يا فهمتك يا هون المثال، لو فتحت عليه بقول لك انظر الشكل، يعني ما بدي اياك تفكر. هيو جاهز، لا تفكر، هيو جاهز. اذا هي هال 32، نظر موسى مستقيم ونظر هون مستقيم، هذا ضلع قاطع لضلعين متوازيين، فانت 32، انت 32 بالتوازي. هذا السؤال الحمد لله الحمد لله مش قايل لك رسم، يعني بده جهد منا الحمد لله. تعال نشوف الجهد. بقول لك هي طيارة تمام، رصدت طائرة حربية في لحظة ما على الأرض، رصد قائدها طبعا إشي على الأرض. كانت هاي الطائرة ترتفع بمقدار ماما 957، إحنا بدنا نعتبر إنه هي هيك قائمة عن الأرض، وأصلا قائمة تكون ارتفاعها تمام. تبعد 1800 متر عن ذلك الهدف. إذا رصد قائد طائرة حربية في لحظة ما على الأرض، حيث كانت الطائرة على ارتفاع 975 على سطح الأرض، وتبعد 1800 متر عن ذلك الهدف. مين هي اللي تبعد؟ هاي الطيارة تبعد 1800، أنا رح أعتبرها أنه هو وتر، ولو أنا حليته على أنه قاعدة بس لا وتر، عن 1800 متر تمام؟ عن هذا الحجر اللي هون أو الهدف، هاي الهدف هون تمام؟ هلأ الطائرة هيك نظر القائد، لما تطلع لتحت صارت هاي هي الزاوية. إذا هاي هي زاوية الانخفاض تبعته. فأنا شو علاقتها اللي هي نفسها هون؟ إذا مثلا هاي كان اسمها مس ولا، فهي زاوية شو اسمها؟ ولا. إذا بس بدي أفهمك إنه زاوية الانخفاض بيكون هيك علاقتها بالمثلث، زاوية الارتفاع بتكون موجودة بنفس المثلث. زي هون مثلا رصدت آية قمة مأذنة ارتفاع 18 متر، هاي آية عند ألف آية واقفة
تمام. رصدت أي قمة مأذن ارتفاعها 18 متر، إذا هاي المأذن ارتفاعها 18. المصيبة لما قال لك كما في الشكل، يعني بقول لك ما تفكر، هيو جاهز. إحنا نعتبر إنه مرسم، تعال تخيل كيف. آية واقفة عند النقطة ألف، هاي نظر آية ماما، ولما تطلع لفوق صارت هاي الارتفاع. إذا زاوية الارتفاع مو زي، بتكون معطياتها من نفس معطيات زاويتها، بتكون من نفس زوايا المثلث، ولكن زوايا الانخفاض بتكون زاويتها مش نفس زوايا المثلث، الزاوية الخارجة عنها بتكون علاقتها مع الزاوية اللي تحتيها هون. حلو. هلا انا حليت معك مثالين وضحكت عليك في هدول المثالين، وقلت لك هدول مثالين خارجيات، بس انا مش هدول مثالين خارجيات، هدول مثالين من زوايا الارتفاع والانخفاض. اذا المثالين القوايا اللي حليت لك اياهم هون، قلت لك هدول على المثلث. لا ماما، بتعرف من وين جبتهم؟ جبتهم من هون، بس عشان اورجيك انه احنا اعطيناك هيك اسئله قويه على المثلث وما شطبنا منه شيء، وحليت لك الاسئله القويه اللي في الارتفاع والانخفاض. هذا كان عباره عن مثال حليته انا وياك، وهذا حليته انا وياك. اذا عشان اكون معك دقيقه، وعلشان انت لما تفتح مثال الطياره رسمته انا وياك، كان عباره عن مثال 729 صفحه 105، والمثال رقم واحد هون انا ضحكت عليك، هذا كان عباره عن مثال يا ماما صفحه مثال 728 صفحه 104. اذا هدول المثالين انا قلت لك بدي امكنك في حل المثلث لما نحلهم، فعلا انا مكنتك في حل المثلث. طيب زوايا الارتفاع والانخفاض ماما، مش ايش دخل منهم؟ يعني انا فهمتهم، بس كيف شو اللي دخل منهم اسئله؟ دخل منهم اسئله، بس اسئله الدرس هذا وهذا مش دخل منهم شيء، مش حجيب لك منهم شيء، ولكن كل الاسئله اللي تعتبر على حل المثلث القائم الزاويه داخله، يعني زوايا الارتفاع والانخفاض كل الدرس، الدرس جدا ضعيف. انا بتمنى منكم افتح صفحه 102 وقلبوا مثال مثال، كل الامثله الموجوده بقول لك انظر الى الشكل، لما يقول لك انظر الى الشكل يعني هو رسم كل شيء، لما يرسم كل شيء تحول السؤال لسؤال الدرس اللي قبله حل مثلث قائم الزاويه، يعني ابدا ما اعتمد على انه انت تكون فاهم كيف ارتفاع وانخفاض، المثلين الوحيدين اللي حلت لك اياهم وما بدي اياهم، عشان انت اذا ما كنت متمكن منهم كن واحد ضميره 100%. تمام؟ هيك احنا خلصنا الوحده، يعطيكم الف عافيه. الفيديو كتير طويل، كنت بتمنى انه ما يكونش لهالدرجه طويل، بس ريحتك من درسين فيه، جدا سهل الماده. رمضان كريم، بالعكس ادرس انت صايم لانه تركيزكم مس بكون جدا عالي. اي سؤال حستقبله منكم على الجروبات، وانا خليتها مفتوحه دائما، بطلت مقيدتها في وقت. ضل عندنا فيديو اخير للوحده الاخيره باذن الله تعالى. كل شيء دخل بالفيديو هذا ونحل جاي سؤال شبهه، كل شيء ما نحل بهذا الفيديو وما جبت سيرته مش جاي سؤال شبهه، حتى انه اجيب لك اسئله على زوايا الارتفاع والانخفاض تعتمد على انت كيف فاهمها، لا يمكن، لاني انا مش لانه ما شرحتها، شرحتها بس سؤالك طلع دائره الكتروني انت شايفه، فانا متقيده في الاسئله اللي راح اجيبها. تمام، يعطيكم الف عافيه يا رب، والسلام عليكم.